بفيديو اليوم رح ندخل على التيك توك ونشوف الناس شو بتحكي عني، وخصوصا قصة اللايف اللي طلعته مع يزن نمرود. خلينا نحكي عن موضوع اكثر. سهلتكم يوتيوبر بس صعب تكون ابو هيكل. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل، جيت كل يوم بفيديو جديد. يا جماعة اسمع السحبة، اخر فيديو نزل على القناة من تقريبا 5 ايام، بس يا جماعة قبل ما تسيبوا علي، انت بتعرف شو صار معي بهذول 5 ايام؟ بتعرف لكم محاولة اغتيال تعرضت؟ طيب بتعرف كم واحدة من محاولات الاغتيال هذول انا متت فيهم؟ اكيد ما بتعرف، بس لو اسألك شو اسم استاذ العربي لابن اخت ميسي حتجاوب؟ بتعرف انا كم مرة استشهدت بهذول 5 ايام؟ بتعرف كم مرة اكلت فيهم بامية؟ اكيد ما بتعرف، بس بتعرف انه بنت جيران كروان رح تلبس فستان احمر على حفل التخرج صاحبتها اليوم. شفت عزيزي المتابع، لو انك مهتم بالهيكل الاعظم زي ما انت مهتم بالنسوان، انا عرفت انه الرسول وصى بسابع جار والحسنة بعشر اضعافها. معني مش عارف شو دخل هاي بها. المهم يا جماعة، هذا اكثر فيديو تسليكي رح اعمله بتاريخ قناتي، لدرجة اني ما شغلت اضاءة ولا عملت زاوية التصوير اللي بعملها دايما. انه يا جماعة اقسم لا، طيارتي على قطر كمان ساعة ونص، وانا من بيتي للمطار بدي ساعتين. هاي جواز سفر، وهي التكتات جاهزين، وهي شنطة السفر، وبدي احرك كمان شوي، يعني يا دوب 10 دقائق اصور هذا الفيديو ومنتجه بالطيارة ونزله اول ما اوصل قطر. فمن هسه يا جماعة، هذا الفيديو مش تسليكي، هذا الفيديو حرام ينزل على يوتيوب. هذا الفيديو المفروض اليوتيوب ياخذوا مني مصاري مش يعطوني عليه ارباح. بس في شغلة يعني مش عارف كيف بدي افتح معاكم الموضوع. يا جماعة بتعرفوا احنا لنا زمان كثير بنعرف بعض واحنا اصحاب، بدي احكيها بس حاسها صعبة، مش قادر انطقها. يا هياكل من الاخر، بدي تحطوا لايك على هذا الفيديو. صح انه فيديو تسليكي بس لازم تحطوا عليه لايك، بتعرف ليه؟ لانه احتمال كبير بسبب هذا الفيديو تروح علي الطيارة، واذا راحت علي الطيارة راح علي سعر تكت الطيران. حطوا لايك على هذا الفيديو عشان ينتشر اكثر ويجيب لي مصاري اكثر وعوض الخسائر. ما تخافوش مش مطول، رايح على قطر يومين بس وراجع بعد. سهل تكون يوتيوبر بس صعب تكون ابو هيكل. فالمهم يا جماعة، قبل فترة فات على حساب الانستغرام قاعد بقرا بالمرجات اللي بتبعثوا لي اياها، لقيت مسج من واحد سعودي مكتوب فيه: ابو هيكل امبارح دعمتك اسد على التيك توك وقلت لك اذكر اسمي وما ذكرت اسمي. انا دعمتني اسد يا زلمه، انا المره الوحيده اللي شفت فيها الاسد بحياتي على قناه ناشيونال جيوغرافيك، كان في اسد واسد بتزاوجوا، قليلين الادب. شكلك مخربط لاني ما عندي حساب على التيك توك اصلا. انزل شوي بلاقي مسج من بنت بتحكي لي: ابو هيكل كيف امبارح وانا افوزك الجوله بعثت لك هدايا بمصروف الجامعه كامل. انا بعثت لي هدايا؟ والله ما عندي تيك توك اصلا. صار يجي لي كثير مرجات زي هيك بس ما اخذها باهميه لاني انا عارف ما عندي حساب تيك توك، واكيد هذول يا مخربطين يا صاير معهم شيء غلط. لما قبل كم يوم يا جماعه رحت عند صاحبي على الشركه بدي اروحه، اجى علي مدير الشركه بيقول لي: كيف ابو هيكل امبارح؟ لانه احا شو اللي كيف امبارح؟ شو صار بيني وبينك امبارح اصلا؟ انا المره الوحيده اللي شفتك فيها بحياتي كانت بعيد ميلاد ابنك، ولولا ما انه صاحبي قاعد يعيط لي على التليفون ما بروح. قول لي: لا يا زلمه امبارح ولعنا التيك توك انا وياك، دعمتك ب 200 ليره. انا يا زلمه اقسم بالله ما عندي تيك توك. قول لي: لا انا مصور كل شيء فيديو، تعال وريني. براني يا جماعه احا انا فاتح لايف على التيك توك بس انا ما عندي حساب تيك توك اصلا. واحد على الدار ملخوم احا، شو اللي قاعد بصير؟ كيف انا فاتح لايف على التيك توك بس بكون نايم؟ فبعد ما تبعت على الموضوع يا جماعه، في حسابات كثير على التيك توك باسمي موصله اكثر من 100,000 متابع. هذول الحسابات بس اكون فاتح لايف على التيك توك بصوروا اللايف كامل، واخذوه من الانستغرام بفتحوه على التيك توك على اساس انه انا صاحب هذا اللايف، الناس بتدعمهم والامور تمام. فانا قلت: لا احا في نصب، في سرقه قاعده بتصير. اضطريت اعمل حسابي باسمي على تيك توك، حتى كتبت في البايو تبع الحساب انه انا ابو هيكل بس انا ما بستخدم التيك توك اصلا. نزلت فيديو قلت هذا حسابي الوحيد على التيك توك وانا ما راح استخدم التيك توك. اجوا الناس عاملين حسابات باسمي اخذوا الفيديو ونزلوه عندهم وجابوا ملايين المشاهدات، والناس صارت تصدقهم اكثر انه انت ابو هيكل. فانا قلت يفضح عرضها من شغله، الحل الوحيد اني افتح لايف على التيك توك. فتحت لايف بس الناس مفكرين انه انا النسخه الوهميه وهذاك هو الحقيقي، فقعدوا يحكوا لي بالتعليقات: زقف عشان تصدق انك ابو هيكل، زقف، اتشقلب، اتشقلب، نط مرتين وبوس كوعك اعملها. منظري كان كثير غبي يا جماعه، بس الحمد لله بالاخير صدقوا انه هذا انا. فتحت اللايف بالضبط 20 دقيقه وسكرت. شيك على الهدايا بلاقي عندي 2800 دولار ارباح، اسرع 2800 دولار بعملهم بحياتي. انا فتحت اللايف مش فاهم شو اللي قاعد بصير، اسد بنزل، برج خليفه بيطلع، هدايا يمين وشمال. فانا مسكت هذول الفلوس حولتهم لعملات في التيك توك ودخلت دعمت فيهم الناس. نزلت بعديها كمان فيديو احا 1.5 مليون مشاهده، قلت لا بجوز في شيء غلط، خليني انزل كمان فيديو. نزلت كمان فيديو 3 مليون مشاهده، تقريبا 300,000 لايك، حسابي وصل 115,000 متابع بيومين ثلاث بس. يا جماعه زي ما انتم شايفين هذا هو اسمي وهذا حسابي الوحيد على التيك توك، ما حدا يضحك عليكم باي حسابات ثانيه. بما انه صار عندي حساب على التيك توك، خلينا ندخل نشوف شو الناس بتحكي عني على تيك توك. انا عمري ما دورت قبل هالمره، هسه اول مره راح نشوف انا وياكم مع بعض. اخوي انا ما عندي اي مشكله انك نشرت مكان بيت القديم، بس انا عندي مشكله بالحركه الاخيره اللي عملتها. يعني انت جاي على بيتي وبتعمل الحركه هاي، شو بدك حبيبي؟ انا مش تبع اولاد اقسم بالله. روح شوف غيري، انا عاشق للنساء من لما انولدت لحد ما اموت. هاي الحركه روح اعملها لمدربين السباحه، نص مدربين السباحه تعون اولاد. اما انا حبيبي الله يرضى عليك ابعد عني، انا زلمه بحب النسوان وبس. وانا بقول ليش صاحب البيت القديم كل يوم بيرن علي: يا ابو هيكل بعرضك خلي الناس تبطل تيجي. قاعدين بنشروا عنوان بيت القديم على التيك توك. يزن منزل هذا الفيديو: اليوم بفتح اليوتيوب الاقي شخص اسمه ابو هيكل. ابو هيكل، ابو هيكل انا ما كنت اعرفه زمان، تمام؟ بس طلع زلمه قد حاله
وما فيش غريب على الاولاد الزرقاء اللي طلعوا زلام لقيت حالهم وما بخاف من اي كلمه صح. ولك ابوز غماستك، ولك ابوز شواربك، ولك انا من لما شفت خشمك وانا عارف انه زرقاوي زي زيك. طب هاي مقابله على التلفزيون، ليش حاطين اسمي فيها؟ مش فاهم. شو اكثر شيء بيستفزك في البنت؟ بحبش البنات اصلا. بتحبش البنات ولا شو بتحب؟ فيش غير بنات واولاد، اذا بتحبش البنات بتحب الاولاد فانت روح مع هذاك اول واحد اللي بيعمل حركه غريبه حتكيفوا على بعض. بحبش البنات اصلا. بحبش البنات اصلا. مين اكثر مشهور وتقول له اترك السوشيال ميديا محتواك بخرب؟ هيكل كأنه اسمه ابو هيكل. اقسم بالله لما شفت سوالفك وانا عارف انه راح تحكي اسمي. يا اخوي انت اكيد ما راح تحب ابو هيكل، انت الشخص الوحيد راح تحبه بحياتك تبع سيكا بوب. هذا اول واحد طلعناه. ما بحبش البنات اصلا. حتكيفوا على بعض، حتعملوا تيم اسطوري انت وياه. مين اكثر مشهور وتقول له اترك السوشيال ميديا محتواك بخرب؟ اللي هو هيكل كأنه اسمه ابو هيكل. حترك اليوتيوب خلص، لانه في واحد سوالفه وصيل لركبه ما بحبني. خلص هعتزل، هسكر قناتي هسه. ارضو اختك يا زلمه، روح خلينا نشوف غيره. خايفه مني، خايفه مني، ارجع عيني. بس اللي حضرها لايف بيعرف شو صار. مش كل الناس بتعرف، الناس كانوا واقفين بيعرفوا، غير هيك مش راح احكي. ابو هيكل يا جماعه، معكم محمد هيكل. انت بتعرف انه كل التعليقات ابو هيكل ابو هيكل ابو هيكل ابو هيكل اكلوا راسي. التعليقات ايش؟ عمين وين بيعلقوا؟ مش فاهم. بس خلينا نكمل الفيديو. انا عارف متى اخر مرة فتت على صفحتي؟ قبل نص ساعة كنت. احكي الصراحة. بدو خمس دقايق. طمنا عن اصبعك المعوق. علي ما زال معوق، راح يظل معوق مدى الحياة. بما انك بتتنمر على اصبعي مش مكمل الفيديو. اصبعي بس انا بتنمر عليه، ما حدش يتنمر عليه غير. طبعا يا جماعة هذا فيديو طويل بيحكي انه هذا سايق التاكسي اللي ضربه ابو هيكل. اقسم بالله مش هذا الفيديو الحقيقي. لا تخلوا الناس تخدعكم، الفيديو جاي ب 2 مليون مشاهدة، لا تخلوا حد يخدع. الفيديو الحقيقي انا نشرته وانا مسحته لانه صار في بيننا قضايا. لعن ابو كلب انت المشاهدات شو بتعمل؟ ولك يا كلب هاي الاشياء بتضرني، بتجيب لك مشاهدات بس بتضرني. لعن ابوك كلب. شو قصة التعليقات يا جماعة الخير اللي كل التعليقات عندي ابو هيكل ابو هيكل؟ مين هذا ابو هيكل؟ شو له علاقة بالفيديو اللي انا منزله؟ يعني جد حدا يفهمني شو قصته هذا ابو هيكل، خليني اعرف لان انا بطلت استوعب بصراحه الموضوع. شوف بما انه كل تعليقات ابو هيكل قبل ما ادخل على الفيديو انا متاكد انه شيء بخص اصبعي، اقسم بالله العظيم. خلينا ندخل ونشوف اذا ما كان شيء بخص اصبعي رجل. يا اخوان انا ما بعرف للتيك توك، مش عارف كيف اطلع الفيديو، بس اقسم لا متاكد انه شيء بخص اصبعي. خلينا نكمل. يجيك يوم وتتجدد وشابك كل وشابك من مدة سكرت بابك. قبل ما كمل اذا كنت حاطني معاهم حتضايق. راح الوقت فاتك ما عاد غيت. يا اخوي انا ما عندي مشكلة انك تركب صورتي وتحط علي شعر ونضحك، انا بضحك معاكم، بس انا عندي مشكلة مع الاسماء الخرى اللي حاطني معاهم. اعمل فيا شو ما بدك بس حطني مع ناس ظلم، حطني مع ناس مش بهون. وما علي نيزك طلع حجر ما خدشني، اول مرة بشوف نيزك اكبر منه خشني، ولما دسني ندم بعد ما شاف الكومنتات، حلف الدس واعتذر نهاية كلب مشاهدات. هيك بكون رديت وعملت اغنية وضفت فن ردودكم. مين بيعرف اللي جنبي؟ والله شايفه قبل هالمرة، بس هذا الشاب كثير حلو، خشمه صغير، اصبعه مناسب، ما شاء الله عليه، الله يحفظه. واحد معلق له بلال مفرقاوي، والله نفسي اتصور معه. بلال يفضى عرضي ما اجيك على البيت، تعال خلينا نرد على تعليقه. قول لي وين ساكن؟ شو ساكن؟ ساكن وانا بدي اجيك. بلال رد على تعليقي عشان انا بدي اجيك بس ارجع من السفر ان شاء الله. الله بحب هاي الفيديو هذا. مرحبا يا جماعه، كيف الحال؟ معكم ابو هيكل. اليوم انا جيت عند ازهار المملكه، اخذت الباكج هذا. اقسم بالله مش متذكر متى عملت هذا الاعلان او وين عملته او ليش عملته او كم اخذت عليه حتى، مش متذكر. نكمل. زي ما انتم شايفين كثير رهيب، شغلهم كثير رهيب ورائع وانا بنصح فيه. موقعهم شارع الفلاتر اتوقع. والله مش متذكر متى عملت هذا الاعلان. نكمل نشوف غيره. طيب وانا بقلب على التيك توك طلع لي فيديو لدوجي جايب 100 الف لايك ومليون مشاهده، فاكيد حكي عنه انه هاي البنت ما بتجيب مشاهدات غير لما تحكي عن ابو هيكل، فخلينا نشوف شو حكي. انا هاي اول مره بدي احضر الفيديو معه. اوقح موقف صار معي من اوقح انسان ممكن يمر علي في حياتي. دوجي اكثر موقف صار محرج معك بحياتك اني سميتك مصطفى الاغا. ما اتوقع في شيء محرج اكثر من هيك، لانه كل الناس بالشوارع بتناديك مصطفى الاغا. وصلني فيديو لك رايحه على محكمه، ابصر شو رايحه تعمل، شكل عليك قضيه سرقه، براكي مظاهره ناس بينادوك مصطفى الاغا. فخلينا نشوف شو اكثر موقف محرج صار معها.
كنت يا جماعة بمكدونالدز تمام؟ مكدونالدز؟ كنت في مكدونالدز؟ الله يرحم لما كنت تفكر السنيورة لزقات جروح في مكدونالدز جاي تحكي لك مكدونالدز وهي بتاكل الجاتو بالخبز في مكدونالدز مكدونالدز تحكي لك بس طفي الكاميرا بصير اسمه مكدونالدز في مكدونالدز مكدونالدز اه نكمل مكدونالدز قاعدين بناكل على طاولتنا زي البشر العاديين اجى واحد طبعا هو صار له ساعة رايح جاي بيحكي تليفون جنبي ركع حاله على الطاولة هيك قال لي مش انت زنخة اللي على التيك توك طيب الشاب ما غلط مش انت الزنخة اللي على التيك توك كويس اللي بس حكى لك الزنخة لو انا شفتك احكي لك كلمة اعطل من هيك بكثير يعني هو مجرد ما قال لك زنخة هو في قمة الاحترام معي نكمل كمل مصطفى الاغا شو بحكي طاولتنا اوكي فانا قلت والواصل فيه كله لهالدرجة انه جاي جد تضايقني بالحقيقة فحكيت له والله انا ممكن اكون الزنخة اللي على التيك توك بس مش ابو خاحتك ايش بتعمل حكي لي ها مصطفى الاغا اللي قال عنك ابو هيك طبعا انت اقسم بالله كنت عارف أعيدها حبيت الجملة بدي أعيدها مصطفى الأغا اللي قال عنك أبو هيكل طبعاً أنت أول شيء بخطر في بالكم أنه عمره 15 سنة قبل ما تكملي ما في عندي متابعين صغار كل متابعين كبار بالعمر إذا فكرت تكذبي فخلينا نكمل أنت أول شيء بخطر في بالكم أنه عمره 15 سنة يمكن عمره 25-26 الله يرضى عليك أيوة هيك عدلتيها يا جماعة أي حد من المتابعين بشوف مصطفى الأغا بالشارع ما يقصر حبايبي هياكل المهم يا جماعه بما انه قربت تروح علي طياره فخلنا احكي لكم القصه صارت بيني وبين يزن نمرود على اللايف بسرعه انه في كثير مقاطع منتشره على التيك توك بس كلها مقصوصه ومجزأة فما راح تفهم منها اي شيء او راح تاخذ فكره غلط كنت فاتح لايف على التيك توك ومطلع مع اصحابي فبحكي لهم بدي اطلع معي يزن نمرود اضحك الناس عليه تعرفوا مين بدي اطلع بعديكو مين بدي اطلع يزن واضل امز عليه وانكس فيه وتخوت عليه امارس فيه هواياتي بالحياه اللي هي السباحه وركوب الخيل والتنمر وقلت خلنا طلع واتنمر عليه شوي يعني يا جماعه طلعته معي بس عشان اثبت للناس انه هذا الانسان بس شغل حكي ورا الشاشات ومستحيل يطلع بايده يعمل شيء هاي كل القضايا كل القضايا قضاياك هاي تعرف وين تحطها اسمع علي حبيبي رحت عليه قلت له يا زلم بما انك زلمه زياده عن اللزوم شو رايك نلتقي هسه عدوار صويلح اللي هو جنب بيته اي فيديوهات انا عامل فيديوهات عشان احمي المجتمع من على الصدام تتعلق هون بابا اسمع ولك انت انت المفروض ظلك بالسجن تغسل جربات هذا مكانك افضل لي اغسل جربات غسالي يا حبيبي المفروض تطلع ولا بتعلي صوتك نفسي بعمل عنك نفسي نفسي, نفسي القطك بسجن ليش بسجن انت قبل شهر شو رايك اسمعك شو رايك اسمعك شيء احلى لما كنت تترجاني امسح الفيديوهات انا سكان الزرقاء بدي اجيك على عمان عند بيتك ووريني شو بدك تعمل ما انك هيك زلمه زياده على اللزوم يلا خلينا نلتقي شو في رايك صوتك بيقطع صوتك بيقطع صار يقطع اوكي صار يقطع الصوت شو رايك نلتقي على دوار صويلح دوار صويلح دوار صويلح انت انت وين انت بالزرقاء شو ودك على دوار صويلح انا سكان مارك شو ودنا على دوار سويلي راح قاعد يسبسب وابصر شو من عجك وهرب من الله ولا زال لحد الان يزن نمرود هاربا من الهيكل الاعظم فيا حبيبي يا بتكون زلمه ورا الكاميرا وعلى الواقع يا ما تكون الزلمه اصلا ولا زال النمرود هاربا ولا زال الهيكل الاعظم متربع على عرش الرجوله لحاله وبس والله يا جماعه هذا هو كان الفيديو لليوم اسف كثير انه الفيديو تسليكي بس انا حاط في الكاميرا زي هيك بالضبط اللي حاعمله بطل الجرار يفتح يفتح بعرض امك اه سكرته بالمفتاح بالغلط وحاخذ جواز سفر والتيكتات وشنطة السفر وظل طالع بنشوفكم في الجاي يا جماعة سلام.